معنا من غوريسا المنطقه المتخمه لاقليم ناغورنيا كاراباخ مفدنا سمير عمر. سمير ارحب بك مره اخرى، الصوت يعني لم يكن متاح المره السابقه، لكن اردنا معرفه طبعا تفاصيل الاوضاع ميدانيا، ما هو وضع هذه الهدنه، وايضا كيف يعيش الاهالي في المناطق المحيطه بارض المعركه؟ الهدنة طبعا باتت جزءا من التاريخ، لم يحترمها أحد ولا يبدو أن أحدا سيحترمها ما لم تكن هناك يعني مبادرة قوية من المجتمع الدولي تجبر الطرفين وتجبر القوى الإقليمية الداعمة لكل طرف منهما على الالتزام بوقف إطلاق النار. اليوم يبدو مروج واحدا من أسخن الأيام التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار يعني في هذه المدينة المجاورة لإقليم ناغورنو كاراباخ. على مدار الساعة كنا نسمع أزيز الطائرات الحربية يمر فوق رؤوس سكان المدينة التي لا تبعد أكثر من نحو 80 كيلومترا عن مسرح العمليات في ناغورنو كاراباخ. إذا كانت الحكومة الأرمينية أعلنت أن قتلاها في هذه المعارك 604 قتيل، فهي قد أعلنت أيضا أن عدد قتل الجانب الأذربيجاني في هذه المعارك منذ انطلقت في 27 من سبتمبر قد بلغ نحو 6000 قتيل في صفوف العسكريين، وأن أرمينيا أسقطت ودمرت نحو 600 من المعدات والآليات العسكرية سواء كانت طائرات دون طيار أو مدرعات أو غيرهم. هذا الإعلان من جانب أرمينيا لم نجد له صدى في الجانب الأذربيجاني الذي غرد رئيسه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محفزا المواطنين الأذريين ليقفوا خلف قواتهم المسلحة قائلا إن هذه معركة تحرير كبرى لابد أن نلتف جميعا في مواجهة ما سماه الاحتلال الأرميني. على الجانب الآخر الأرمينيون والحكومة الأرمينية التي بثت البيان الخاص بقتل الجانب الأذري في هذه المعارك قالوا إن جبال ناغورنو كاراباخ ستكون جحيما على كل من يحاول الاعتداء على الشعب الأرميني. نحن هنا مروج نجد تصعيدا في الميدان، تصعيدا في الفضاء السياسي، وحشدا ورفعا لمعنويات الشعب هنا وهناك حتى تكتمل هذه المعركة. لا يبدو ما لم يكن هناك تدخل قوي من الدول مجموعة مينسك أو المجتمع الدولي لا يبدو أن وقف إطلاق النار سيحدث، وتستداد معاناة المواطنين والمدنيين على جانبي الحدود. نحن قريبين جدا من مكان يسكنه عدد من سكان ستيبانا كيرت عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ، جاءوا إلى هنا ليكونوا في يعني ملاذ آمن أو أقل توترا من ما يحدث في إقليم ناغورنو كاراباخ. لطالما كان المدنيون هم الذين يعانون دائما من التوترات والنزاعات المسلحة. شكرا جزيلا لك مفدنا سمير عمر من منطقة غوريسا المتخمة لإقليم ناغورنو كاراباخ.